السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم ان شاء الله نشترك معكم طبق سمك اللي تقدروا تحضروه للضيوف ديالكم والعرضات ديالكم. كيجي لذيذ بزاف والمنظر ديالو كيجي رائع والمذاق كذلك. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر وتفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله على بركة الله. غدا ناخذ هنا اول حاجة كمية كبيرة ديال الثوم، وغادي نزيدو له هنا واحد طريف ديال الزنجبيل. هنا غنستعمل هاد التوابل، هادي كتباع يعني هكذا مخلطه، فيها الفلفل الوردي، فلفل الاخضر، فلفل الاسود، وفيها ما يسمى بالنويره، وفيها حتى القزبر. وهنا غادي نستعمل القزبر حتى هو والملح. الملح غتساعدنا باش غادي ندقو مزيان يعني بسهوله هاد التوابل والثوم حتى هو. بالنسبه للمجموعه ديال الفلافل اللي استعملت، الا ما كانش عندكم ماشي مشكل ممكن تستغناو عليها، غير استعملوا واحد الكميه كبيره ديال القزبر، وممكن تستعملوا شويه ديال يعني النويوره وشويه ديال الفلفله ديال الفلفل الحار يعني الابزار. هنا استعملت الحامض المصير والهريسه اللي الله شاركتها معاكم، نخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو. وهنا استعملت الفلفله حار، فلفله حلوه او ما يسمى بتحميره. وهنا غنستعمل القزبر، وغنستعمل كذلك الزيتون مسلله، ولا عندكم اي نوع ديال الزيتون بغيتو تستعملوا، غير ما تستعملوش الاسود في هذا الحوت هذا. فايت شاركت معكم السمك اللي محضر بالشرموله ديال اللي محضره فيه، استعملت الزيتون الاسود، نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو اسفل الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما دقيت كل شيء هاد التوابل قسمتها على زوج. النص غدا نتبل به هاد السمك هذا اللي سميتو سيباست، كيشبه السمك اللي سميتو باجو او رداد، نفس تقريبا في المذاقات كيتشابهوا مع بعض. كيكون مسطح هاد الحوت هذا، ما كيكونش غليظ. هنا كيف شفتو يعني زول ليا ليه اللي كيبيع السمك، زول ليا ليه لاغيت سنترال او السلسول، داكشي باش ما غنحتاجوش نشرحوه. غادي غير ناخذ واحد المعلقه وغادي نتكوه هكذا من الداخل باش غتدخل ليه التوابل غير من الداخل، لان بغيت المنظر ديال هاد الحوت هذا يبقى يعني غتشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي يجي، يعني منظر كيجي مبدل على العاده. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا، غير هكذا كنتكوه هكذا بشويه بشويه حتى باش كتدخل ليه التوابل. على كل هاد النوع ديال الاسماك كيكون لذيذ بزاف، يعني كيجي لذيذ. هنا ما استعملش الحامض، يعني الحامض العصير ديال الحامض، لان مستعمله يعني الحامض المصير بكميه كبيره، استعملت تقريبا حبه غير. هاد الحوت هذا المشكل ديالو هو في الطهي، ما خصوش يطيب بزاف والا كيجي ناشف. هنا هاد يعني هنا تبلت الحوته بجوج بنفس الطريقه، غادي نخليهم على جنب وغنمشيو باش نوجدوا الحشوه. الحشوه هنا غادي نعمر بالكسكسو كيف ما كانوا كيعمروا بكري، يعني شحال هادي الكسكسو. انا استعملت هنا كسكسو ديال الزرع، يعني مزوله منه غير النخاله وكنزولوا منه الدقيق والنخاله، كيكون شويه هذا الحبات ديالو غلاضين شويه. يعني من تكونوا محضرين هكذا كسكسو خليه واحد يكون يعني ملي توصلوا للتفويره الثالثه ما تفوروش، خليوه حتى تستعملوه هكذا في السمك، ممكن توضعوه في الكونجيلاتور. هنا خديت غير شويه ديال الخيزو وشويه ديال الجلبانه اللي شحرتهم في زيت الزيتون، شويه ديال المليحه، كتنقصوا عليهم البوطه حتى كيطيبوا. وهنا عندي الفطر اللي شحرته حتى هو في شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح،
وهنا عندي تقريبا يعني واحد الكميه كبيره ديال البصله اللي شحرتها مزيان، يعني حتى كيف كتشوفوا معايا حتى كتولي اللون ديالها هكذا، وحتى المذاق ديالها كيولي لذيذ بزاف مع شويه ديال المليحه وشويه ديال زيت الزيتون. وكنخليو هادشي كله خص يكون بارد يعني حتى كيبرد تماما، عاد كنخلطو. وهنا غدا نضيف يعني النصف ديال التتبيله اللي خلينا باش غنتلذذ لينا هاد الحشوه هادي. ولا ما بغيتوش اللون ديالها يجي هكذا ممكن تستعملوا شويه ديال الكركم او الزعفران الحر، حتى الزعفران الحر كيجي معها غير ما تكتروش باش ما يبانش المذاق، باش كتبقى حشوه مغربيه. لان بكري كانوا كيعمروا يعني الدجاج والحوت بزاف بهذا الكسكسو هذا، غير ما خصوش يكون طيب بزاف. الا كان طيب بزاف يقدر يهرى لينا يعني يتعجن من الداخل، يعني يكون فاير. يعني الا كان يعني استعملنا السميده ماشي الكسكسو، استعملنا السميده نفوروها غير زوج ديال المرات، ولا استعملنا يعني الكسكسو نفوروه غير مره واحده، وناخذوا دوك الحبات اللي كتكون غليظه شويه، ما ناخذوش حبه رقيقه. صافي غدا نعمر هاد الحوته هادي، غنعمرها مزيان يعني من العوينات ديالها. كنزول دائما انا العوينات لانهم هما مرين يعني بلاش من حتى المنظر ديالهم ما كيكونش جميل. وغدا نعمر لها حتى الراس ديالها مزيان، الفم ديالها يعني حتى نعمرها مزيان مزيان بهاد الحشوه هادي. وغالبا انا ما يعني قليل فين كنسد الحوته، غالبا كنخلي الحوته غير محلوله هكذا ما كنسدهاش، غنستعمل غير ورق الطهي هو غادي يحمي ليا هاد الحوته هادي. وانتم الا بغيتو تسدو تاخذوا غير عويدات هكا دوك غير لي بيكو تسدوهم بها الا خفتوا ان الحوته تحل ليكم. صافي كي شفتوا راني عمرتها مزيان، من بعد غادي ناخذ شويه ديال الشرموله وغدا نشرمل بها هاد الحوته هادي. هادي كتكل يعني حتى الجلده الفوقانيه حتى هي كتكل انها رقيقه، وغادي تشوفوا كيفاش غدا نحضرها يعني كتجي لذيذه بزاف. هنا كيف كتشوفوا خديت شويه ديال التحميره وشويه ديال الكركم غير باش غادي يعطيني واحد اللون الذهبي. الا خلطتوا شويه ديال التحميره مع شويه ديال الكركم اللي هو الخرقوم البلدي. وهنا عندي الزرع يعني القمح الكامل، زولنا لي غير ديك النخاله الغليظه وخلطناهم مع بعضهم، وغادا نرشوا بهم هاد الحوته. من الاحسن دهنوا شويه الحوته بواحد شويه ديال زيت الزيتون باش تلصق لكم مزيان هذاك هاد الدقيق اللي غادا نضيفهم للفوق، اللي هو الدقيق الكامل اللي جا لذيذ بزاف. هنا غادي نغبرها كامله يعني غنغطيها كامله الحوته، نغطي لها عويناتها الفم ديالها كل شيء. ومن بعد تقدروا توجدوها هكذا وتغطيوها وتوضعوها في الثلاجه وتخليوها حتى يقرب يجيو الضيوف ديالكم، عاد دخلوها طيب في الفران. يعني كل وحده في هاد الحوتات هادو كتاخذ تقريبا نصف ساعه في الفرن، ما طيبوهاش بزاف لان لا طابت بزاف غادا تجي ناشفه. هنا غادا نرشها بزيت الزيتون باش غادا تعطي واحد اللون جميل، يعني هذاك زيت الزيتون ضروري ما نضيفوه باش هو اللي غادي يذهب لينا هاد الحوتات هادو من الفوق. وغادا نطيبهم ان شاء الله الدرجه ديال الحراره ديال الفرن غادا تكون غير 180، الا كثرتو كاع 190 ما تكتروش بزاف، حتى غادا نخلي تقريبا شي ربع ساعه. وربع ساعة الأخيرة غادي نزول هذاك الورق، لأن كيف ما غتشوفوا معايا أنا غادي نغلفها بالورق. هنا هذه استعملت يعني عمرت ملي ساليت من الحوتة الأولى غطيتها وخليتها على جنب، ومشيت باش نوجد يعني الحوتة الثانية حتى هي بنفس الطريقة. كيف ما كتشوفوا معايا أنا قلبتها غير باش نوريكم، راه يعني تبلتها من جويه بجوج، يعني رشيتها دهنتها بشويه ديال زيت الزيتون او بالشرموله. يعني الشرموله راه فيها الزيتون وفيها يعني الهريسه راه فيها زيت الزيتون، داكشي باش ما زدتش بزاف ديال زيت الزيتون. ولا بغيتو تزيدو ممكن تزيدو ماشي مشكل. هاد المراحل هادي مهمه بزاف، هي اللي كتجعل هاد الحوتات هادو كيجيو لذادين بزاف. كيف كتشوفوا راه الحوت يعني هاد الشرموله راه كتبريه راه فيها زيت الزيتون، ولا بغيتو تزيدو ترشو شويه بزيت الزيتون ماشي مشكل. صافي هنا غادا نرش بنفس
يعني بنفس الدقيق كنغبروها مزيان 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 مزيان، يعني نحاولوا ما امكن ان يعني كتجي بحال لا شابلو، هاد مع الدقيق حرش كيجي بحال لا شابلو، لان هذاك الزرع فاش طحناه طحناه كتقولوا يعني اللي كيطحن ليكم يسمدوا ليكم، كيجي مسمد تقدروا تستعملوه حتى في السمك. كيف شفتوا معايا يعني نفس الطريقه، رشيتها بشويه ديال زيت الزيتون وصافي، وكنسدوا عليها هكذا، نسدو عليها باش كنحاولوا نزيروها ملي نبغي ندخلها للفران، غادي نزيرها مزيان باش ما غاديش تحل، باش ما تشوهش ليا ديك الحوته. كنبغي ديك الحشوه تبقى خارجه واحد شويه باش حتى هي كتاخذ واحد اللون الذهبي، وباش حتى فاش كنحطوها كتبان بانها راه حوته معمره. هنا كيف كتشوفوا الطريقه، كنوضع واحد الورق لتحت باش ملي كنبغي نزولها كنهزها من هذاك الورق، بهذاك الورق كتجيني ساهله باش كنحطها، ومن بعد كنجر هذاك بالوريقه بالوريقه حتى كن يعني حتى كنوضعها في الصحن. بالنسبه للطريقه ديال التقديم اللي سولوني على طريقه ديال التقديم، هنا غدا نمشي نوجد لهاد البطاطا هذه حتى هي اللي كتجي لذيذه بزاف، اللي سلقتها من قبل وزولت ليها القشره ديالها. هنا غادي نستعمل ازير باش غادي نسمها، والملح، ازير طري كنقطعوه طريفات او اكليل الجبل، وشويه ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون باش كيعطيها مذاق، وفي نفس الوقت باش كتقبط لينا ديك يعني الدقيق اللي غادي نغبروه اللي غادي ندوزو فيه هاد هاد البطاطا. هنا ضفت غير واحد الفص ديال الثوم وشويه ديال الملح، وضروري ملي تسلقوها تضيفوا واحد شويه ديال الملح في السليق. هنا صافي غدا نحاول ما امكن يعني نخليها، الا كان عندكم الوقت خليوها هكذا تشرب حتى تبغيو يعني تطيبوها، عاد دوزوها في الدقيق. هنا وجدت يعني نفس التتبيله، يعني شويه ديال التحميره وشويه ديال الكركم وشويه ديال الملح باش ما يجيش باسل هذاك داك يعني بحال الشابلون بالفوق ما يجيش باسل. صافي كنبقى ندوز هكذا يعني بطيطات ديالي كاملين، بما ان يعني زدنا لهم شويه ديال زيت الزيتون كيقبطوا، ما كنحتاجوش نستعملوا البيض يعني كيقبطوا هذيك الدقيق. الا ما كانش عندكم الدقيق ديال الزرع يعني بالنخاله ديالو، ممكن تستعملوا غير سميده بوحدها حتى هي تجي، ولكن تكون رقيقه سميده او الفينو، حتى الفينو حتى هو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الدقيق ديال الزرع. الدقيق ديال الزرع كنقصد به دقيق القمح الصلب الكامل. صافي هنا وضعتهم في هاد اللاطه هادي، من الاحسن نرشهم بواحد شويه ديال زيت الزيتون باش كيعطيونا داك اللون الذهبي، وكندخلوها هادي على الفرن الساخن، يكون درجه ديال الحراره ديالو 220 يعني تكون مرتفعه باش كيتحمروا لينا، لانه هما طايبين يعني غير باش يتحمروا. صافي هنا داكشي اللي بقى ليا ديال الحشوه ما غاديش يضيع، غادي نديه يتشحر مزيان باش تلقوا دوك التوابل ويطيبوا مزيان. هنا القوق ديالي غسلته وسلقته حتى كيتسلق، عاد كنحلو من الوسط وكنزول ليه يعني دوك الشوائب اللي كيكونوا لداخل، دوك الشعيرات اللي كيكونوا فيه لداخل غيب شويه، ولا كتاخذوا معلقه الا ما بغيتوش يعني تزولوهم بيديكم، معلقه صغيره هكذاك وكتزولوا داك القلب باش مني يبغيو ياكلو يعني ما كيبرزطهمش هذوك الشعيرات هكذاك. وفي الداخل ديال هاد القوق هذا غدا نعمر هذاك الحشوه اللي شحرت في المقلات، يعني هاد العمليه كنقومو بها حتى كنبغيو حتى الوقت ديال التقديم، كتكون بطاطا وجدات الحوت وجد، كنشحروا ديك الحشوه باش تبقى شويه دافيه، كنشحروها باش الثوم ويعني التوابل كتطلق المذاق ديالها. الا خفتوها تلصق ليكم تقدروا تزيدوا ليها شويه ديال الحامض او شويه ديال الماء، المهم على حسب، ولا شويه ديال زيت الزيتون. صافي كيف ما كتشوفوا معايا غدا نعمرها بالحشوه اللي ديجا كيف كتشوفوا معايا يعني شحرتها واحد شويه في المقلاه،
انا مزدت ليها غير شويه ديال زيت الزيتون فقط، ما زدت لا حامض لا حتى شي حاجه، صافي غير كندوزوها كنديوها ونجيبوها نديوها ونجيبوها واحد 5 دقائق كتوجد. يعني الربيع والثومه راه ما كياخذوش بزاف ديال، يعني القزبر والثومه راه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت باش كيطلقوا المذاق ديالهم. ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا كنهزها هكذا وكنحطها وكنبدا نسل بالورقه بالورقه حتى كن حتى كنزول كل شيء. وديك المريقه اللي كتبقى ليكم ممكن تزولوها بالمعلقه وتزيدوها مثلا في يعني تزيدوها على ديك الحشوه اللي كتبقى. غير دابا التبصيل ديالي بما انه اينوكس كيبين مني كنبدا نحط داكشي باش يعني هاد المرحله ديال التقديم حتى كنغطي بلا صلاد عاد كنوريها ليكم. الا لقيت شي حل ان شاء الله المره الجايه. مي ساهله غير كتهزو كيف شفتو معايا، غير كتهزو ديك الحوته كتحطوها وكتبداو تسلو داك الورق من التحت، راه ماشي صعيب غير بشويه نديرو شويه الخاطر، راه ما كتشتتش بالمره الحوته. غير هي واحد النصيحه ملي نخرجوا الحوت من الفران ضروري ما نخليه واحد 10 دقائق، يعني الحوت او الدجاج او اي حاجه ضروري ما كنخليه يرجع عليه داك الصاد، يعني نخليه مغطي ورجع عليه داك الصاد بحال كيجمع راسو، ومني كنبغيو نحطوهم ما كيتشتو ما حتى شي حاجه، يعني كيبقاو قابطين راسهم وحتى رطوبيه كيجيو رطب رطبين اكثر. انا كيف ما كتشوفوا معايا يعني زينت بالسلطه اللي كنت شاركت معكم في الفيديو السابق ديال الباذنجان والحمص، هي اللي رافقت بها هذا الطبق هذا ديال السمك وبطاطا. وغادي نزين بديك الطماطم حتى هي اللي شاركتها معكم من قبل، كيجي المذاق ديالها زوين بزاف وكتبقى طريه بما انك نوضعوها في زيت الزيتون كتبقى طريه. وهنا زينت حتى بشويه ديال يعني القزبر وزينت كذلك بالهريسه. بالنسبه اللي بغى شويه ديال الهريسه بما انها ما حارش بزاف، صافي. بالنسبه للتقديم جا على هذا الشكل. في الاخر غير زربت ما صورتش لكم بزاف لان كان الضيف ديالي قرب يدخل داكشي باش صرعت بسرعه. صافي بالنسبه للمقبلات كتجي هكذا على هذا الشكل. هذاك المقبلات ديال لي زاسبيرج حتى هما بنفس الطريقه ديال الفلفله اللي كنت شاركت معكم المره اللي فاتت، عفوا ماشي الفلفله، اللوبيا. صافي داكشي اللي بقى ليا ديال البطاطا، لان عارفه البطاطا كتعجب بزاف ديال الناس داكشي باش راني حضرت كميه كبيره. هاد الطبق هذا كيجي لذيذ 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 بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوه. يعني ما شاء الله بزاف ديال الاذواق، يعني يقدر ينال الاعجاب ديال بزاف ديال الناس. نتمنى ان شاء الله تجربوه. كيف العاده نبدلو من هذيك الشعريه الصينيه، يعني مغاير على العادة. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. صافي وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله تجربوه كيف العادة وتردوا عليا الاخبار. وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، الله يجازيكم بخير. وإلى وصفة جديدة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.